وختم اليوم بمحاضرة مشتركة بين الشيخ الدكتور فرحات الجعبيري الجربي التونسي من جامعة تونس والأستاذ الدكتور العروسي الميزوري التونسي عميد كلية أصول الدين في جامعة زيتونة ووزير سابقا في لا بيريود ترانزيتوار من بعد بن علي التوديس وزير ونيو، وشارك مع الدكتور فرحات الجعبيري في محاضرة عزمن تيسنين مع بعض، وقد قدم عرضا عن العقيدة عند الإباضية وأصولها وبعدها الحضاري وأئمة المذهب، وأن المسلمين في أصولهم لم يختلفوا ولكن أراهم في الفروع هي التي كانت محل تعدد الآراء. بني الأستاذ العروسي خاطئ إباضي لكن من مهتمين بالمذهب الإباضي، وكانت البداية على حسب تقليد منظم الملتقى وهو الاستماع إلى أحد الأساتذة في محاضرة افتتاحية، وكانت الأول اليوم من المستشرق الألماني جوزيف فان هيس، وهو أحد قدماء المستشرقين الدارسين للفكر الإباضي، وخصص مداخلته في موضوع الهوية عند الإباضية والخلافة في العهد العباسي. ونيديجن ألماني كبير في السن يعمر في مدينة تيبينغن يتوغيس عزهم في جامعة تيبينغن يتوغ مستشار بتسامن في الدولة الألمانية، له موسوعة في بتسامن في البحوث الإسلامية تنشر باللغة الألمانية في عدة مجلدات إلا ديس مشروع لترجمتها اللغة العربية دي بحق أرجزو زورت في الثمانينات في تيبينغن، له بحوث حول الإباضية، وكذلك يزور واد مزاب في سنة 75 تناول فيها الجمع بين الروح والمادة في الإسلام على خلاف الأديان والأفكار الأخرى، وعرج على مراكز وجود الإبادية ومظاهر هذه الهوية كما تحددها جملة الشهادات التي كانت مختصرة، وكذلك الممارسات التي لم تسند للعلماء بالضرورة مثل صلاة الجمعة التي لم تترك لكاهن مثل ما هو موجود في الأديان الأخرى، بل كانت من مهمات القائد أو الإمام. ويرى أن الخلافات بين المسلمين كانت أوسع مما نعلم ونتصور، لكنها لم تتجاوز الوظيفة الدعاة. وفيما يخص الحكم فإنه لم يكن يستلهم من قداسية، مما جعل الأئمة من جملة الناس مواصفات ومهارات بشرية دون أن يحتاج في نظره إلى مراسيم تتويج. وحسبه فإن الحكم الإسلامي كان تقراطيا، وأنها كانت منظومة انهارت بعد الخليفة عثمان التي انتهت الانقسام. وفي المحاضرة السادسة للباحث هايدري هاينخر من ألمانيا في بحث المفاهيم العقيدة في المصادر الإباضية الأولى، قدمت فيها دراسة لأصول تبغورين من خلال تعريف المؤلف والمؤلف وتحليل محتوى الكتاب من مقارنة واسعة خاصة مع المعتزلة، حتى جعلته نسخة من التفكير الاعتزالي، وكذا علاقته بالفكر المسيحي باعتبار الفكر العقائدي موجود لدى الكنيسة أيضا. ثم في محاضرة ليونارد شيرالي من الولايات المتحدة تناول فيها بحث إمكانية وجود الإباضية في جزيرة صقلية من خلال بحث انتقال البربر المسلمين إليها وجهودهم في الفتح الإسلامي من خلال الحياة الاجتماعية للمسلمين وأصولهم في المغرب الإسلامي، ومنهم قبيلة هوارة بخاصة وهم العدد الأكبر وقاموا بدور كبير في فتحها، وكذا تشابه الأسماء المدن بين صقلية وشمال إفريقيا، وانتهى إلى أن إثبات الوجود الإباضي في الجزيرة يضيف قيمة جديدة في دراسة تاريخ صقلية المسلمة ديما نشغلوا في القرون الوسطى تقار ميمار. وقدم الدكتورة آنا ماريا ديتوليا الإيطالية مختصة في الدراسات البربرية في المعهد الاستشراق في جامعة نابولي عرضا عن الترجمة البربرية للعقيدة الإباضية، العقيدة ابن جميع كما تعلمون أن أصلها باللغة البربرية، انطلقت من
الطبيعية سكان شمال إفريقيا البربر، مما يستدعي أن يكون تعليمهم الأول بالبربرية، وهذا ما يفترض أن يكون أن هناك كتب بالبربرية، وقد كذبت في الموضوع، وإن كانت الباحثة لم تقدم إلا نموذج عقيدة أبي حفص بن جميع عمر بن جميع التي ترجمها هذه البربرية، ويبقى البحث مستمر للوقوف على نماذج أخرى على نشر الإسلام باعتماد لغة البربر. أما المحاضرة الثامنة من تقديم الباحث الأمريكي دوغلاس ليونارد مدير مجلة العالم الإسلامي العمانية، أوني أمريكي يتعاشى في عمان، له مجلة باسم العالم الإسلامي باللغة الإنجليزية تصدر في عمان، إنسان قيل أنه دخل في الإسلام على المذهب الإباضي في عمان، ديقن حد الله النشيط وكثير العمل، حتى أنه بحق لا وقت له لاستقبال الناس في عمان، وكثير من العمانيين الباحثين لم يلتقوا معه في عمان والتقوا معه في نابولي، وخصصها لمسألة التشبيه في الصفات ومعناها عند أوائل الإباضية، وقارن الموضوع مباشرة بالفكر المسيحي الذي وصفه بأنه يمنع إطلاق الصفات البشرية على الله، وأن هناك تمييز بين الإشارة البشرية والقرآنية، وأشار القسيس بيير كيبيرلي حاول في الجواب على سؤال كيف يمكن أن نشير إلى الصفات الذاتية والوحدانية في الفكر الإبادي. كما تعلمون بيير كيبيرلي يعاش داني فترة السبعينات في داني تغرديت، جو البحث الأول حول رسالة شافية للشيخ طفيش، رسالة سفيت سنت حول العقيدة عند الإبادية باللغة الفرنسية، وترجمت أخيرا في عمان للغة العربية. في الإبادية لا يوجدون تعارضا بين الأمرين، وبيان موقف الإبادية الرافض لكل صفة وتشبيه بين الله وخلقه، لذا يؤولون النصوص للتصوير المجازي، وحاول المقارنة بين موقفهم وما عرف به جون كيلفين المصلح المسيحي من مؤسسين المذهب المتسمن الأرثوذكسي المسيحي يدلفان في ألمانيا، وافترض أنه تأثر بالفكر الإسلامي في الموضوع، خاصة وأنه كان له أصدقاء في صقلية، وقال إنه لا يدعي تأثير بين الجانبين، لكن على الأقل هناك تشابه. ونيو ديقن المستشرق أوكراني يعمل في جامعة كييف في العاصمة، الحق نط ديقن حد لأن بحالك غير معروف قديما، لأن غير معروف باللي في روسيا القديمة يوجد ديقن الباحث ماشي انت ما يهتم بالتراث الإباضي. ونيو ديقن الاكتشاف نكتشفت لغرس منذ بعض سنوات قليلة، نتصل السيس عدة مرات عن طريق الطلبة غير الموجودين تندرس في أوكرانيا، لأن الآن المهم تتوسن أنه في دولة أوكرانيا الآن فيها مدينة قريبة من الحدود البولونية تسمى بمدينة الفوف، ديس مجموعة كبيرة من بقايا مخطوطات الإباضية التي انتقلت من الجزائر في عهد الاستعمار، انتقلت وانقسمت إلى مركزين هذه المخطوطات، قسم موجود في مدينة كراكوفي في بولونيا، وإلا أن يشرف غصنة البروفيسور تادوتش ليفيتسكي، والقسم الثاني بقي في هذه المدينة، وهذه المدينة انتقلت إلى أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية، وبقي هذه المجموعة إلى الآن هنالك حالك وتخدم يقن حد ولا تصور ولا يقن شرع. نشني نزورت في زياراتنا في التسعينات في زارة لروسيا، نزور هذه المكتبة نشيد الدكتور متسمان عمر لقمان. جلسة الثانية العلمية استمر العمل بتقديم الدكتورة إيرسيليا فرانسيسكا الإيطالية عرض لأعمال استشراقية عن الإباضية في معهد الدراسات الاستشراقية بنابولي، وعرضت وصفا لهذه الأعمال ومحتوياتها دللت على الاهتمام بالفكر الإباضي منذ وقت مبكر وبشكل مكثف. ثم قدم الباحث دانوليو راديلوف
الأوكراني من معهد الدراسات الاستشراقية في الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا عرضا عن سيرة خالد القحطاني، ركز فيه على قضية الافتراق والفتنة والمواقف من أطرافها. وقد قدم بعده الباحث سيري آيه من فرنسا وني رئيس مشروع مغربي باديت إلان في ليون إلان يخدم بتسمان في إطار إعادة بتسمان كتاب التاريخ التاريخ العهد الوسيط القرون الوسطى، معناه من القرن الأول نصف الأخير من القرن الأول الهجري إلى نهاية القرن الثامن أو بداية القرن التاسع الهجري، بالمقابل بالميلادي من القرن نهاية القرن السادس الميلادي إلى نهاية القرن الثالث عشر الميلادي. إعادة كتاب التاريخ الإباضية في شمال إفريقيا، معناها من حملة العلم إيدوسين من البصرة إلى بداية تأسيس نظام الحلقة ونظام العزابة في المدن وقرى وادي ميزان. عندوني ديك العمل الموسوعي اشترك نديس الإباضية من عمان ومن الجزائر وكذلك بعض جزائريين باحثين في التاريخ وكذلك مستشرقين وتونسيين ومغاربة. المهم ديك العمل مشترك بين المسلمين والمستشرقين إن شاء الله يدوم حوالي ربع سنين. العمل الجمعية لا من بين أعضاء هذا الفريقنا البحثي الموجود في هذا الإطار. كما قلت من سيري آيه الفرنسي من جامعة ليون الثانية عرضا عن كتاب ابن سلام بعنوان بدء الإسلام وشرائع الدين. كما تعلمون الكتاب ابن سلام بتسمن يفيد الشيخ سالم بن يعقوب سنة 64 ديك الكتاب ولدته معروف في بتسمن في القرون القديمة، يتوفى أخيرا سنة 64 في جيربة. يحقق الشيخ سالم بن يعقوب مع إيجن ألماني فارنير شفارتز ونيو إلى موجود حي اليوم، يتوطبع باللغة العربية في لبنان وموجود الآن في المكتبات. يناقشوا نيو ماشي نسمى حول أصل هذا الكتاب ونقل نسبة الكتاب للمؤلف، وانتهى إلى أنه يقسم إلى قسمين فيه جانب تاريخي والجانب الثاني عبارة عن مسائل عقائدية مبسطة مقصودة بها تعليم عامة الناس وهم حديثو عهد بالإسلام، لأنه ونيد الجنحد إلى المعاصر للقرن الثالث معناه نهاية الدولة الرسطومية ونيدو من المعاصرين لذلك الوقت. ثم عرض الدكتور عمارة علاوة من جامعة أمير عبد القادر بقسنطينة رسالة الشيخ أبي عثمان عمر بن خليفة السوفي بعنوان رسالة بيان كل الفرق. انت ديقل بحتي الله مطبوع تونس يجو غص دراسة بيّن فيه النسبة وإمكانية التعاون تلاميذ المؤلف في كتابته، ثم عرّج الفرق التي ذكرت في الرسالة وعلاقتها بالوهبية وآراؤها. كما تعلمون الإباضية تنقسم إلى أكبر الفرق الإباضية تنقسم إلى قسمين في شمال إفريقيا، النكار والوهبية. الوهبية ينتسبون إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم يعني قبل سليمان تس، النكار من نكر هذه الإمامة. وفي المحاضرة السابعة التي قدمها الباحث الياباني يوهاي كوندو مساعد باحث كرسي السلطان قابوس لدراسات الشرق الأوسط بجامعة طوكيو باليابان، هوني أول بحالك اكتشاف أنه يوجد باحث ياباني يدرس المذهب الإباضي ويتقن اللغة العربية، ولو كان الحق الملتقى كله تقريب يدور باللغة الإنجليزية وبعض اللغة الفرنسية.
لكن بحاك الباحث شاب صغير إلا ماش نسمى مساعد باحث في كرسي سلطان قابوس. كما تعلمون السلطان قابوس في هذه السنوات الأخيرة قرر بتستمان تكوين كراسي علمية في الجامعات العالمية، ومن بينها جامعة طوكيو الآن موجود فيها كرسي لسلطان قابوس يدرس تاريخ عمان ويدرس كذلك المذهب الإباضي وبتسمان حضارة عمان. الباحث كما تقدم تناول مفهوم الولاية والبراءة والوقوف خلال القرن الثاني والثالث الهجريين، ودرس من خلال أثار محبوب بن رحيل عن جابر وبيان التصنيف الثلاثي ولاية وقوف براءة وأحكام الولاية والبراءة والوقوف.